بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، معكم صالح، واليوم راح نبدأ دارك سولز 3. يا توي مايت عند البوس هذا، حرفيا جيت مدرع، دخلت عنده ما كنت فاهم الفكرة، قعدت أضرب بالتمثال حقه، بعدين اكتشفت انه يمديني اسحب السيف واجلده، فقلت تحت النار، فقررت اني بكل بساطة اسحبه وابدأ القتال. صراحة فكرتي حلوة، فكرة القتال حلوة مرة. يعني شو اسمه؟ طبعا يا كورس لازم اخذ صوص غالي جدا، يعني 4000 اوف 4000 شيء جدا يسوى. المهم دربت عليها الفايرو، بلدي حق فايرو مبدئيا، عطش بلدي حق فايرو، فدربت عليه النار صراحة كان ضعيفة في النار، بس قررت اني الزق فيه، استخدم الميلي معه، لان لاحظت الميلي كويس اذا قدرت تعطيك كم هيت. يا عندي كريتيكال نوب، اوكي ما في حركه ستاجر من ناحيه هذا، ودي لو اسوي له باري بس ما اتوقع يستاهل يخرب. ايش يا تحول خرافي مرعب. يا فبل العيون اللي على هذه حرفيا رهيبه. يا اخي تبريد القلب استاجر. يس حرفيا سباب يا اخي، يبيني اسيطر على السنه. يس في فوز. ضربه يلا. يا اوكي توقعت اني بموت. نايس كويت سو اوكي. يا بدايه اللعبه يس. صراحه الحريه هذه اول تجربه لي، اول بوس قاتله، و يا رهيب. غير كذا شخصيتي داتسو من زمك لو ما تعرفونه. المهم شكرا لكم على متابعتكم، عجبكم المحتوى لا تنسون تشارك اشتراك لايك اللي يعجبكم، حطوا تعليقاتكم تحت، وان شاء الله بتجيب كل بوس فايت، حاول اجيب كل بوس فايت ان شاء الله. يا خلنا نبدا هالرحله مع بعض. Stay awesome. سلام.